السلام عليكم خواتاتي اخوتي وكل متتبعي قناتي واتصفاء، كراكو دايري؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم ان شاء الله بغيت نشارككم الغداء ديالي، يعني غدا يعني كيجي رائع صحي ولذيذ بزاف. غادي نصاوبو للعائله كما شفتوا في الصور عندي، غادي ندير صينيه هكا شويه كبيره. اول حاجه غادي نبداو بها هي السمك، وما كانش احلى من السمك، يعني هو صحي وفيه فوائد كثيره. انا خديت هنا ثلاثه ديال الحوتات كبار، هذا يقولوا له سمك التونه، هذا هو السمك ديال الطون. ملي خديته من عند مول الحوت بعدا هو اللي صوبوا لي حيد لي هذاك الشوكه الكبيره اللي فيه الداخل، مهم نقاه لي مزيان كما راكم تشوفوا، حيت راني باغيه نعمره بالارز، كيجي شي حاجه رائعه جدا. كذلك نقيتو، انا حيدت له هذاك الشوك الرقيق عاوتاني اللي يكون في الجوانب، هو ما كيكونش فيه بزاف، خاصه ضروري تحيد غير هذيك الكبيره وصافي. وغسلته مزيان كما راكم تشوفوا، خليته حتى قطر من هذاك الماء ديالو. غادي نحتاجو باش نتبلو هاد السمك هذا، كما راكم تشوفوا المقادير كاع راني موجداهم لكم. عندي هنا الربيع، قزبر ومعدنوس يكونوا طريين تقريبا، هنا كاين ربطه بيناتهم قطعتهم. غادي نحتاج تقريبا واحد الخمسة ديال الفصوص ديال الثوم اللي غادي نرابيها. هنا عندي واحد زوج معالق كبار ديال الشحمه، هذه كتبقى اختياريه ولكن كتعطي واحد اللذه رائعه، شحمه ديال الكلاوي من الاحسن الا كانت، انا حكيتها تقدروا تستغناو عليها. عندي عصير ديال حامضه او لا يعني الليمون الحامض. نحتاج زيت الزيتون. في التوابل غادي نحتاج فلفل اسود، زنجبيل، الكمون، الخرقوم وفلفل احمر، واكيد الملح اللي كتبقى حسب الذوق. هادو هما المقادير ديالنا اخواتي. نمشيو نوجدو اول حاجه اللي هي التتبيله ديالنا. اول حاجه كناخذو اناء كنديرو فيه الربيع، كنضيفو له هذيك الشحمه اللي قلت لكم ديال الكلاوي، كنضيفو له الثوم من بعد ما حكيتها، الثوم هي اللي كتقتل الحوت يعني كتجي هائله في الحوت. غادي نضيف ديك العصير ديال الحامضه، ولا تقدروا الا ما كانش عندكم الحامض ولا ديروا واحد المعلقه ديال الخل. غادي نضيف كذلك تقريبا واحد 3 معالق نتاع زيت الزيتون، ملعقه صغيره فلفل احمر، ملعقه صغيره زنجبيل او سكينجبير، ربع ملعقه من الفلفل الاسود او الابزار، ملعقه صغيره من الكركم او الخرقوم البلدي، ملعقه صغيره ديال الكمون، واكيد الملح اللي كتبقى عينكم ميزانكم. هنا درت التوابل، غادي نمزج هاد المكونات كاملين وغادي تكون عندنا احسن شرموله ولذيذه بزاف. هكا نخلطهم مزيان مزيان، نضيف واحد نصف ملعقه نتاع طوماط كونسيرفي يعني الطماطم المصبره، كتعطي ديك الحموضيه هائله، نمزجها معاها بهذا الشكل هذا صافي. كناخذ هاد التتبيله هذه وغادي نماريني بها كاع الحوت، غادي نتبل بها مزيان الحوت هكا بهذا الشكل هذا، كندخلها معاه مزيان ومن الداخل كذلك. وشحال ما خليناه في هاد التتبيله هذه شحال ما غادي يجيكم لذيذ اكثر، حيت فيه الثوم فيه الحامض فيه شي حاجه اللي رائعه. نقلبه كذلك من الجهه الاخرى ونتبله مزيان، ندهنوه مزيان بهذا الخليط، وماذا بكم عاد تفلحوه بواحد السكين هكا، تفلحوه شويه باش ديك التتبيله تدخل لنا حتى لداخل بهذه الطريقه هذه، دخلوها هكا في الداخل ديالو كتجي رائعه. غادي نكمل بهذه الكيفيه نتبل كاع السمك ديالي بهاد الطريقه هذه. هنا كذلك عندي الارز، الرز درت له نص ديال الطياب يعني سلقته بصح نص ديال السلقه ما طيبتوش كامل وصفيته. هذيك الشرموله اللي بقات لي غادي نخوي في هذاك الارز. الارز عينكم ميزانكم، على حسب الا درتو غير حوته وحده غادي ديروا غير شويه، انا عندي ثلاثه تاع الحوتات درت هذه الكميه اللي غادي تقدني ليهم. خلطت هذاك الارز مع هذيك الشرموله اللي بقات لي كما راكم تشوفوا. هنا وجدت صينيه اللي غادي ندخلها للفران، انا خديت هكا صينيه شويه كبيره، الا كنتو غادي ديروا غير حوته ولا غير زوج غادي تصغروا الصينيه يعني داكشي على حسب افراد العائله. خديت البصل قطعته هكا دوائر كما راكم تشوفوا، ولا تقدروا تقطعوه يعني على شكل طولي اللي بغيتو. غادي نفرش البصل للصينيه
وغادي ناخذ البطاطا حتى هي قطعتها دوائر وغادي نتبلها. درت فيها شويه فلفل اسود شويه ديال الملحه، درت فيها شويه نتاع القزبر ومعدنوس وشويه نتاع الخرقوم كما راكم تشوفوا، شويه ديال الكمون، يعني شويه شويه باش كتجينا متبله كتجينا بنينه. واحد زوج معالق ديال زيت الزيتون. البطاطا يعني قطعوهاش رقيقه وما تقطعوهاش غليظه باش لحقاش الحوت في الساعه كيطيب داكشي. البطاطا قطعوها شويه رقيقه. هنا وجدت شويه الفلفل قطعته دوائر والطماطم اللي قطعتها دوائر. بعد ما فرشت البصله اخواتي غادي نفرش فوق منها هكا ديك البطاطا والفلفل والطماطم، غادي نستفهم انا مع الجوانب بهذه الطريقه. كما شفتوا حتى كملت عمرت كاع الصينيه ديالي بهذيك الخضر اللي وجدت بهذا الشكل هذا كفرجتهم. وبالنسبه للسمك من بعد ما تشرب لي مزيان هذيك التتبيله غادي ناخذ هذاك الارز اللي وجدنا وغادي نعمره به، غادي نحله ونعمر به هذاك السمك، نعمر هذاك الارز عفوا هذا الشكل هذا. وهنا ما غاديش تحتاجوا انكم تخيطوها ولا ديروا لها كوردون ولا، غادي غير نغطيو عليها هكا وغادي نديروها في الصينيه. الحاجه اللي كطيب في الفران ما كنخافوش عليها انها تفرتات ولا شي حاجه. غادي نكمل كاع السمك نعمرو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ومن اللي عمرتهم درتهم من فوق هذيك الخضر ندخلهم للفرن. ضروري يا اما تغطيوهم بورق الزبده وديروا لهم الالومنيوم، يا اما تغطوهم بصينيه اخرى باش هكا كيطيبوا لكم في الساع وما كي داك الحوت ما كيتحرق لكمش. هذيك الشرموله اللي بقات لي في الصينيه ديال الحوت ضفت عليها واحد الكاس ديال الماء وخويته هكا باش تلقى فين طيب. صافي غادي ندخلها للفرن والوقت يعني ساعه هكا، يعني على حسب في الساعه كطيب لنا على حسب البطاطا نشوفوها طايبه. وهذاك الارز كمل الطياب ديالو وصافي نتلقاو ملي طيب. وهنا الصينيه ديالنا طابت كتجي هائله جدا، البطاطا ديالنا طابت وكتجي فعلا رائعه وكتستحق التجربه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهنا الاعجاب ديالكم يعني هذه المشاركه اللي عطيتكم. كترفقوها مع سلطه، كترفقوها مع الزيتون وهذا كتجي هائله. ولا عجبتكم اخواتي كما نقول لكم دائما عندك تبخلوا عليا بلايكاتكم كذلك تعليقاتكم الجميله، وكذلك نرحب بكل جديدات ونقول لهم ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على ابوني وتفعيل الجرس الصغير. والى اللقاء.